من الجبل والأرض، ومعروف عن حضرتك إنك الشاعر اللبناني الزجل الأول بالغزل. يا أهلين. فقديش البيئة والطبيعة والأرض بتوعي الكلمة الحلوة الزجل والغزل بالكلام؟ أكيد أساس الطبيعة إنه ضيعة حلوة كتير، مثل كل ضياعنا بلبنان، مناظر وعيون وبساتين وحلوين. وكيف بدي شان الغزل؟ هودي بيرجعوا بالقصايد، يعني اجمالا هالصور اللي بشوفها الواحد بطفولته بضل حملها معه بقصايده. اكيد هيك كل شيء في انسان، الانسان يمكن ينسى الا طفولته والضيعه واول نظره بشوفها او بيعطيها للطبيعه. طبعا هيدي الطبيعه. وبالنسبه للمراه يلي لها حضور بشعرك، فليش هي الملهمه؟ ملهمه يعني الطبيعه، يعني كيف النبع بالنسبه للطبيعه؟ في طبيعة بتزهر وبتحمي الورد بدون جدول مي. وبالنسبة لي أنا ما في قصيدة حلوة بلا مرة حلوة. حلو. شو رأيكم؟ بدنا إثبات على هالشيء. نعم. بدنا إثبات على هالشيء هلا. قصيدة يعني. يا ريت. على راسي. عطر من مايل. ليش قلنا خمر يا معلش؟ يا خمر من مايل. خمر ما هو يعني؟ طبعا خمر الروح. طبعا الحب. طبعا طبعا خمر من مايل وعطر من مايل، وانت الي بيناتهم زهرة، وباخر السهرة بصير الليل وبنكون نحنا باول السهرة. حلو حلو. خمر من ميل وعطر من ميل، وانت الي بيناتهم زهرة، وباخر السهرة بصير الليل ومنكون نحنا باول السهرة. وهو العمر سهرة مع الاحساس، وفيها حبيبي بتحس بالموجوع، وكاسين خمرة وبين كاس وكاس، نخلي الفضاء إلنا مساحة جوع، ومن عطرها تملي الفضاء أنفاس، ليصير يحملني العبير اطلوع. ممنوع أغمرها بوجود الناس، بس شم العطر مش ممنوع. لكن يا عطر رفيقة السهرات، زعلان منا ليلنا كله، كل ما التقينا وبلشوا النظرات يسيلوا سواء شوق ويطلوا، منترك مطارحنا بلا أصوات ومنفل مثل الفل منظلوا، لك هدي الزمان ووقف الساعات، نحن حرام مثلنا يفلوا. معلوم معلوم. بكير لك بكير، شو صاير تنعسانين؟ بكير عن نوم وعحلامه، اللي عم شوفون هني وسهرانين، ما بشوفون هني وعم يناموا. يا خيالها نومك حرام يكون، إلا يا خيالها نومك حرام يكون إلا بعيني. يا خيالها نومك حرام يكون إلا بخيالي اللي سكن عيني، بغزلك رموش العيون اجفون، وبقعد بفلتش هالوراق عليك، بعمل لك وراق الزهور اجفون، وبقعد بفلتش هالجفون عليك يا ري. هالليل الوعي فينا مع بعضنا هيك بخلينا، وما ننام لكن غصن عالتاني، الحب اللي بيلوي غصون يلوينا. وانت يا ريت هالحب هالليل الوعي فينا مع بعضنا هيك بخلينا، ما ننام لكن غصن عالتاني، الحب اللي بيلوي غصون يلوينا. وكاسات بيضة نص مليانة شربنا، وعليها شفافنا نسينا، خايفة تفضى والقناني نايمة وهي بأيادينا، وعينك علي تضل سهياني 100 سنة،
ولحظة إذا غفينا لك بوعة تقول لك ليش نعساني قومي بعد ما خلصت السهرة هلأ لبسنا ثيابنا وجهين. عبد الكريم الشعار انت ابن طرابلس شمال لبنان وعدة مرات ذكرنا الشاعر، هل بتحس انه بدك تكتب قصايد غنائية خصوصا لأصوات معينة او انه بتخلي هالأصوات هي تختار وتنتقل من شعرك؟ انا بحبهم كثير فس الودي على طول عمره والسيدة فيروز ومجد الرومي يعني اعتز فيهم، بس ما حاولت اكتب الاغنية لانه سرقني المنبر من هودي كله من الاغنية، ما حاولت اكتب الاغنية، بس في مطربين اخذوا لي من شاعري وغنوا الاستاذ جورج وسوف خينا وحبيبنا، عندي قصيدة بتقول ليلة وداعك، ليلة وداعك بكيت النياط وغنت معي على لحن يا ويلي رايحة ويا جوعة الغمرات ع خصر لف الزنبق شميلي، ليلي وكانت اخر الليلات وقديش فيها قلت يا ليلي خذ لي ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل هالليلي. بغنيها جورج هادي لي انا. نعم. بس ما كتبت يعني لانه قلت لك المنبر شغلي صعبي وبسرقك من كل شيء صح المنبر. صح صح, 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 صح بس بعتز اكتب له وهذا شرف الي. قبل ما نتابع حديثنا اكثر عن الشعر الزجلي وعن الجمال وعن الاصوات الحلوه، خلينا بما انك نجت عليته ومكتوبك اللي تحت منه كان بعطره لقيتك عند ما لقيته كله من شفافك عطر مليان ما اشتل ندي وزهور ضميته رحت شميته بجسم دفيان ورجعت بالمكتوب شميته مكتوب حبيته مثل فستان عليكي بهالسهرات حبيته ومثل انتي وبيت بالبستان وناطور حبي فل من بيته حملته لقيته بالشتي بردان شعلت اشواقي تدفيته ايدي حنين اللمس طعميته فلشته لقيته من العطش دبلان زهر الحكي زهر البكي سقيته مثلي على قراي صفي نعسان لكن لغفاني ولغفيته. هلو قريته ثلاث مرات قريته ثلاث مرات بالتحنان تلكاس منك خمر عبيت وحسيت قلتي لي انا وسكران كاسك ثلاث مرات قفيت سكرنا وعمكته بكسرت فزعان بلكي وقع ما قدرت هديته نقيت وردي لابسي الوان ثيابك وتحت وراقها خفيته بظلك تغطى العطر فين صار فيها بذات الظل غطيته وفيضل وحده بلزته غفيان وع غيبتك ما يدوب هالمكتوب وعيت الصبح لكن ما وعيت. زويا ما بين علم النفس ودرس السياسة شو هي الأشياء الثانية اللي بتحبي تهتمي فيها؟ يعني قديش الشعر مثلا بيحيلك وقت اللي بتسمعيه؟ بتفضلي تسمعيه أو تقريه؟ هلا عم بسمعه بس بحب أقريه كمان بالليل وحدي أنا وقاعدة بالأوضة وهلا طلبت الكتاب من الشعر إن شاء الله بيوصل لك على الراس. إيه لأنه حبيت كثير وبهتم بقرا أكيد. أستاذ طليع حمدان، الشعر برأيك هل بيتأثر مع تطور العصر؟ لا تخافي على الشعر بلبنان، ما زال لبنان موجود ورح يبقى موجود والشاعر باقي، يمكن تمر علي ايام تبرد زهوته وبيعطش بس الازهار مهما تعطش ما زال باقي حياة فيها، دمعة نادي ترجع تنعوشها وبتعيشها وهيك شعرنا بلبنان والناس عم ترجع للاصالة لانه نحن شعب اصيل وما بنتخلى عن اصالتنا ابدا. نعم وعم نرجع الناس لهاللون الحلو.
طيب شو يلي بيميز الشعر الزجلي اجمالا عن غيره؟ ارتجاليته على المنبر. نعم. نحن يا مناس نكون عم غني بحفله فيها 500 شخص مثلا. يوقف واحد دوكت فينه. بيبعثوا مواضيع من الناس على المسرح بنضل مكفيين نغني ساعتين ثلاثه على يوم. ومواضيع باجوبه حلوه وبكلمه حلوه. بصوره حلوه هيك. طبعا هيك طبعا هيك. استاذ عبد الكريم شعار عبد الكريم بلا استاذ. طيب ليه مش حاسس حالك استاذ يعني؟ بشوف بعض استاذ كلمه كبيره. طيب ما تزعل عطناها بزويا صقر. شو بتقول لنا هيك شي بيت نختم فيه؟ بدي اقول القصيده لبنان كلنا سمعنا. بتروح غيمي بعينها نهاي وردي بتجي عشفافها بداي وعالم عم تروح وتجي مشاوير مع غيم رايح مع ورد جاي يا موطني قبل الأزل بكتير وصى عليك العز وصاي وجابك وطن مثلك ما عاد يصير زهورك صبايا ونهرك مراي زهرة بتوعى ونومها بيطير وبعدها ما بتعرف الغاية صاخني وطلبت ندي بكير وعالريق شربت نص كباية وحبقى على الشباك إلها سرير مرة الهوى مرة البرداية بيحكولها حكايات للتخدير بتخلص حكاية بتبتدي حكاية ونبعك عطر نعسان عم بيصير عامل شوية عشب تكاية وبستانك اللي تحت نبع صغير طفل وبتمه النبع لهاي ومطرح ما راحوا يسبحوا فرافير شاطي بلدنا كتاب وقراية موجي بتكتب حرف للتعبير وموجة بتجي على الحرف محاي وليلك قمر مشغول بالتصوير وفجرك طلع صورة مضواي ومن ريفك تطلع ببحر كبير بتشوف مركب هالدنيا رايح ولبنان بكرة على الدنيا جاي. هلو. ومع هالكلام الشاعري الجميل وجرحة الناي بنختم حلقتنا لليلة. بنشكر حضورك استاذ صلاح حمدان. شكرا زويا صقر. شكرا عبد الكريم الشعار. شكرا ما قلت استاذ